العراقيين والإيرانيين واللبنانيين، ولا يتطرق في سؤاله عن السوريين الأسرى لدى الثوار حتى لو كانوا من أبناء طائفته. العجيب في القضية أن النظام لا يكترث أبدا لا للأسرى ولا للمحتجزين من المدنيين الذين نحاول إخراجهم على الأقليات الإطلاق، تقصدون؟ بل على العكس من ذلك. نعم، لا لا, لا يلقي لهم بالا، بل على العكس من ذلك، كلما فتحت ملف الأسرى أو غيرهم كان يسأل النظام هل بينهم من قوات حزب الله، هل بينهم عراقيون، هل بينهم إيرانيون أو خبراء أو ما أشبه ذلك. أما كانوا لا سيما من طائفته فإنه لا يكترث لهم، فعنده منهم الكثير كما قال بعض المسؤولين عن الملف التفاوضي لدى النظام. حديث أكثر ينضم إلي براء عبد الرحمن، ناشط إعلامي من ريف دمشق. أهلا بك براء. إذا احتشد عشرات من أهل أسرى عدرا العمالي اليوم، هل لديك أي معلومات أي أخبار حول هذا الاحتشاد الذي قاموا به؟ نعم، الحقيقة كانت هناك تنسيق وتواصل من صفحات اجتماعية موالية للنظام في الأيام الماضية بين بعضها البعض لحشد بعض الأهالي المحتجزين من منطقة 9 أشهر على التوالي، والذين أثناء المعارك الدائرة بين الجيش الحر وقوات النظام في منطقة عدرا بالريف الدمشقي. يذكر أن هناك الآلاف والمئات من العوائل المحتجزة لدى الجيش الحر ولدى الثوار داخل الغوطة الشرقية تم احتجازهم، ومعظم هذه العوائل هي لضباط رفيعي المستوى من قوات النظام. كانت هناك تصريحات رسمية من بعض المتحدثين الرسميين باسم هذه الفصائل كوائل علوان المتحدث الرسمي باسم أجناد الشام، وهذا الفصيل لديه الكثير من الأسرى لقوات النظام من منطقة عدرا العمالية. كان قد عرض عليه التفاوض من أجل أن النظام يعني يفرج عن بعض أسرى الغوطة الشرقية، وبالتالي يقوم الاتحاد الإسلامي وبعض الفصائل الأخرى بالإفراج عن الأسرى، لكن الحقيقة في كل مرة تكون هذه المفاوضات مجرد مراوغة، مجرد تهرب من قبل النظام. لكن في كل مرة إذا تكرمت، يعني قبل قليل تم عرض حديث للقائد العام للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام محمد الفاتح، تحدث بأن النظام لا يفاوض على السوريين، يعني لا يفاوض على الأقليات السورية الأسرى المتواجدين لدى أجناد الشام، بل يتم سؤالهم إذا كانوا لديهم أسرى إيرانيين أو عراقيين أو لبنانيين شيعة. الحقيقة هذا الكلام صحيح 100%، وهذا ما شهدته بعيني أيضا، ليس فقط عن أصحاب ميليشيات شيعية أو عراقية أو لبنانية، حتى عن جثثهم بعد مقتلها. وكانت هناك معارك في الأيام الماضية في حي جوبر الدمشقي وفي المليحة، وكان هناك قتلى من ميليشيا أبو الفضل العباس ومن حزب الله اللبناني، وتم التفاوض على قتلى حزب الله اللبناني وعلى قتلى لواء أبو الفضل العباس والميليشيات الشيعية التي تشارك بقتل الشعب السوري لجانب النظام. لكن الحقيقة مئات الأسر ومئات العوائل، منهم نساء ومنهم أطفال، تم احتجازهم في منطقة عدرا العمالية وهم موجودون لدى سجون الجيش الحر في الغوطة الشرقية، ولم يتم التفاوض عليهم من قبل النظام. وفي كل مرة يكون هناك من قبل الجيش الحر متفاوضين لإطلاق سراح هذه العوائل، وكما رأينا في الأيام الماضية كان هناك إطلاق لامرأة عجوز من قبل الجيش الإسلام تم احتجازها من منطقة عدرا العمالية، وكان وضعها الصحي قد يعني تردى وضعها الصحي وتم تسليمها للهلال الأحمر ولسيارة تابعة للأمم المتحدة في منطقة مخيم الوافدين. لكن الحقيقة النظام دائما يراوغ على أسرى النظام ولا يكون يعني مبالي ويراوغ لتسليمهم أو التفاوض عليهم. نعم، شكرا لك براء عبد الرحمن، ناشط إعلامي عبر سكايب من ريف دمشق. في العاصمة أيضا اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط